استديو واحد يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأحبة، نحييكم من جديد في استوديو واحد لهذا اليوم في نشرة الواحدة مساء، ويأتيكم من استديوهات الشبيبة وإليكم أهم الأخبار. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 19 لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ويترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الدورة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، يرافقه الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة. أعلنت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية عن الانتهاء من تجهيزات الاحتفال بالعيد الوطني 52 المجيد، وقال معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية إن برنامج الاحتفالات بالعيد الوطني 52 المجيد سيشمل العرض العسكري تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي سيقام في 18 نوفمبر الجاري على ميدان النصر في محافظة ظفار. وأضاف معالي أنه سيقام حفل استقبال مشاركة المواطنين في كل محافظات وولايات سلطنة عمان، ووضح أنه تم رفع علم سلطنة عمان في محافظة مسقط من دوار فندق قصر البستان مرورا بمسقط وحتى دوار قصر البركة العامر، بالإضافة إلى طريق مسقط السريع ومعظم مراكز محافظات وولايات السلطنة. كما تم تركيب الزينة على جانبي الطريق في محافظة مسقط وتزيين ولاية واحدة من كل محافظة من محافظات سلطنة عمان احتفاء بهذه المناسبة المجيدة. وذكر معالي أنه من بين ما تم استحداثه في احتفالات العيد الوطني لهذا العام إطلاق عروض الدرون الضوئية وعروض الليزر، بالإضافة إلى بعض العروض المصاحبة التي ستقام في محافظة مسقط في 18 و19 نوفمبر في موقعين مختلفين، وفي محافظة ظفار في 18 نوفمبر، وفي محافظة مسندم في 23 نوفمبر الجاري. عقد بمقر جمعية الصحفيين العمانية بمرتفعات المطار جلسة مباحثات بين جمعية الصحفيين العمانية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والتي تطرقت للعديد من أوجه التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الزيارات وعقد اللقاءات المشتركة. ترأس الجلسة من جانب الجمعية الدكتور محمد مبارك العريمي رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الاتحاد إجياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة البريطانية، والذي يزور سلطنة عمان خلال هذه الفترة، وبحضور سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة الإعلام الرياضي بالجمعية. متابعين الأحبة نطلع معكم لفاصل قصير، ابقوا معنا. دائما أن نكون همزة الوصل بينكم وبين الجهات المعنية. مرحبا، حياكم الله في حلقة اليوم، نحييكم من جديد في استوديو واحد لهذا اليوم. نناقش، نستمع، نحلل كي نضعك في تفاصيل الخبر. نقدم لكم أقوى البرامج التلفزيونية والإذاعية من غبشة مع الشبيبة. أدرينالين، استوديو واحد، جماهير الشبيبة تحت الملاحظة، صوت الناس، سؤال التقنية، موتريستا، نقدم لكم كل ما هو جديد. عدنا لكم من جديد وإليكم باقي الأخبار. بدأ مواطنو مملكة البحرين الشقيقة المقيمون في سلطنة عمان منذ الصباح الباكر الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثلهم في الانتخابات النيابية في المملكة، والذين يمثلون 40 عضوا في المحافظات الأربع وهي العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية،
وقال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن مملكة البحرين تشهد يوما تاريخيا في مسيرتها الديمقراطية التي أرسى قواعدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال التعاملات بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الجاري في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي بحسب مركز تنبؤات المناخ الأمريكي. وذكرت وكالة بلومبرغ الأنباء أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، مما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. متابعينا، هذه أخبار فترة الواحدة مساء لهذا اليوم من استوديو واحد. كونوا على الموعد في فترة الخامسة لهذا اليوم. إلى اللقاء. استوديو واحد يأتيكم من استديوهات شبيبة في مسقط.